اهلا وسهلا فيكم عن جديد. وهلا صار وقت فقره جدا مميزه بالنسبه لي واكيد لكم وكثير من الامهات والابهات اللي بحبوا موضوع النباتات والزراعه. امبارح كان في معنا ضيف جدا مميز وحكينا معه اكثر عن كيفيه الاعتناء بالنباتات المنزليه، ولكن اليوم رح يكون في معنا ضيف مميز اخر رح يحكي لنا عن علاقه الحراره والرطوبه بالنباتات، وكمان رح يحكي لنا عن امراض النباتات اللي احنا اكيد ما بنعرف انه النباتات مثل الانسان هي روح تتاثر بالامراض والها علاج. رح يكون معنا المهندس يزن لالا. يسعد صباحك يا يزن. وشكرا لك على حضورك بكير، فيقناك بكير، بس معلش يعني برضه حضورك بيضيف لنا شيء على برنامج. احنا بنستمد النشاط من المزارعين يعني بالنهايه. اكيد والله اكيد صح، هم انشط ناس على فكره. صحيح. يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. بدايه يزن احكي لنا شوي اكثر عن حالك وكيف بلشت بانك تحس انه انت بتحب هذه المهاد هذا المجال يعني مجال النباتات. انا يعني كبدايه بديت يعني كاي طالب كاي حدا بخلص توجيهي انه بدي اروح اتخصص بالجامعه، فقلت يعني ما اروح انا اروح اي كليه الزراعه، يعني شفت فيها شغفي، لقيت شغفي فيها، وقسم وقايه النبات بكليه الزراعه بالجامعه الاردنيه، والحمد لله ابدعت وهيني بمجال العمل والامور الحمد لله طيبه. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. فمنه عم نستمد الخبره من الخبراء يعني من الدكاتره من الزملاء المهندسين معنا بالقطاع الزراعي، ومع الوقت ومع الايام يعني السنين الخبره الواحد بيشوف وين في مشاكل وين فينا يعني شغلات بيقدر يوجهها شغل. اكيد. فهي يعني لسه الواحد بيتعلم طول ما هو عايش. يعني انت لحقت شغفك. ايوه لحقت شغفي. لحقت شغفي. مش انه انت درست لانه لا 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 ابدا، يعني شغفي بكليه الزراعه من انا وصغير يعني. حلو كثير. طيب في كثير ناس ما بتعرف او يمكن يعني بتجهل الموضوع انه النباتات هي روح زيها زي الانسان زيها زي الحيوان. صحيح. بتمرض بتتعب ممكن تتعالج، مش انه خلص مثلا ورده دبلت ماتت خلص، ممكن يكون لها علاج. صحيح. احكي لنا اكثر عن الموضوع. هو جزء من الواقع الموجود هو الشيء علم الامراض. علم الامراض له علم امراض للانسان وعلم امراض للنباتات. فعلم امراض النباتيه هو بالبدايه الامراض النباتيه كانوا يظنوها الناس ان هي نوع من انواع اللعنه، انه في انه هذا المحصول ما كانوا يعرفوا انه في مرض، كانوا يفكروها لعنه من الالهه، لعنه بسبب شيء عملوه، فكان ما حد يعرف انه في مسبب مرضي انه هو اللي عمل هذا الشيء. فمع الوقت تطور العلم فصار انه يعرفوا انه في بكتيريا بتمرض النبات، في فطريات بتمرض النبات، في فيروسات، في حشرات بتصيب النبات كمان، هاي شيء ثاني، وفي كثير عوامل ممرضه بتاثر على النبات وممكن تقتله يعني تنهي دوره حياته. خلينا نحكي. طب شو كيفيه التعامل مثلا، خلينا نحكي على فرض المزروعات اللي بتصيبها امراض، كيف ممكن نتعامل وكيف ممكن نعرف انه هاي النبته مريضه؟ هلا يعني اعطينا مثال. عموما في اعراض، كيف الانسان بمرض بيطلع عليه اعراض، النباتات بيطلع عليها اعراض. أكيد. ايوه. فيعني بتشوف الاعراض يا على الجزء الورقي من النبات، يا بتشوفه على الجزء الجذري، حسب. في امراض جذريه بتصيب، في امراض ورقيه بتصيب الجزء العلوي من النباتات. أوكي. فمن يعني في امراض تصنف يعني حتى عالميا، في امراض يعني زي مثلا الاوبئه اللي احنا فيها، في اوبئه نباتيه يعني خطيره جدا ممكن تقضي على محاصيل كامله في بلاد كامله، وصارت بالتاريخ يعني زي المجاعه الايرلنديه درسنا عنها الايرش فامين، حصلت في منتصف القرن التاسع عشر وسببت مجاعة وهجرة، تعد أكبر هجرة بالتاريخ، وتقريبا نصف سكان إيرلندا هاجروا من تحت رأس مرض نباتي اللي هو اللفحة المتأخرة ليت بلايت. كنت راح أسألك عنها بس أنت سبقتني، احكي لي عنها أكثر. ومرض الأعفان. والأعفان هي أكيد يعني نبتة ممكن تعدي. هلا هي النبتة ما بتعدي، هي العوامل الممرضة الموجودة على نبتة ممكن تعدي النباتات الثانية من خلال أنه أنت زرعت نبات مصاب من البداية، أو أنه العوامل الجوية مناسبة والفطر موجود فانتشر المرض بصورة وبائية بيوم وليلة، يعني ممكن تفقد محصول كامل. يعني ممكن أنه نبتة مثلا تنزرع ببيئة ما بتناسبها فتمرض. صحيح صحيح. أوكي. يكون الظروف الجوية صعبة لإلها، يعني مثلا محصول البطاطا اللي هو المحصول الرئيسي اللي بتأثر باللفحة المتأخرة، هي سموها لفحة متأخرة، هي مسمى في لفحة مبكرة كمان. ايش سبب التسمية؟ انا مش هو سبب التسمية انه هي لفحة متأخرة يعني بتصيب النباتات من ناحية انه ليت بلايت، هم هيك سموها فقط يعني ما في اي شيء ما لها الا داعي يعني للاسم، ما له يعني ما له معنى، بس هو ليت بلايت. أوكي. في ايرلي بلايت كمان، هي اللفحة المبكرة بتصيب البندورة اكثر من البطاطا. اوكي. هلا اللفحة المتأخرة بتصيب البطاطا وبتصيب البندورة، البطاطا بشكل اكبر، محاصيل البطاطا بشكل كامل ممكن تتدمر، وكثير بتعتمد على درجة الحرارة، لازم تكون درجة الحرارة من 15 ل 20 ودرجة الرطوبة 90، الرطوبة الجوية. فإذا حصلت هذه الظروف مع وجود الفطر ممكن توصل الوبائية بالحق ل 100% بيوم وليلة. أوكي. فاللفحة المتأخرة موجودة بالأردن، موجودة في كل مكان، موجودة أول مكان ما بزرع محصول بطاطا موجودة، والمزارعين لازم ينتبهوا أكثر
النشرات الجوية، متى بيكون في ارتفاع بالرطوبة، متى بتصير درجة الحرارة من 15 ل 20، يديروا بالهم يتخذوا العوامل الوقائية زي الرش الوقائي، وإذا صار عندهم إصابة الرش العلاجي. يعني هي دراسة كتير عميقة وكتير دقيقة، لأنه يعني مش كل الناس بعرف تتعامل مع هذا الموضوع أبدا. طيب خلينا نحكي مثلا إذا صاب هذا اللفحة اللفحة متأخرة مثلا، خلينا نحكي محاصيل الزراعية بالأردن مثل البطاطا البندورة، ممكن الواحد يلحقها إذا مثلا صاب فيها على فرد البطاطا البندورة؟ في مرات كثير بتكون أنت متأخر بهذا الموضوع، هذا هون اللفحة متأخرة أجت من هون مش أنت تلحقها، ما إذا أصابت الحقل عندك ما يعني حصلت يعني مع مزارعين غور الصافي قبل أسبوعين لثلاث أسابيع محصول البندورة مش البطاطا، لأنه بصيب البندورة كمان 50% دمج كان بيوم وليلة، صح المزارع لقى عنده الحقل كله أغلبه لفحة متأخرة بسبب إنه ما انتبه، وبسبب بالضبط. هو مش مركز مع النشرة الجوية كان لسبب أو آخر وصارت عنده الكارثة هاي. طيب خلينا نحكي إحنا عن المحاصيل الزراعية بالأردن، إيش ممكن يأثر عليها مثلا الطقس؟ يعني مثلا خلينا نحكي زي ما أنت ذكرت يعني بطاطا بندورة هاي الشغلات، إنه مثلا درجة حرارة عالية أو رطوبة، شو أكتر إشي بيأثر على دول المحاصيل؟ هلأ في محاصيل ما بتتحمل مثلا درجة حرارة عالية، في محاصيل بدها رطوبة معينة، في محاصيل اغلب المحاصيل الزراعيه بتتحملش برد، يعني خلينا نحكي تحت الخمسه ما فيش محاصيل زراعيه كثير بتعيش، يعني خلينا نحكي في عالم حكى انه البرد هو الاهم العدو الرئيسي للحياه. نعم. وبالنهايه البرد هو كمان هو اصعب إشي، فلما يكون مرات الفروست اكشن هو الصقيع بصير كمان هذا صعب خصوصا بالمحاصيل المكشوفه. طبعا الصقيع هو يعني اكثر إشي بننبه الاخوه المزارعين لما بصير في برد لما فوت الشتاء بننبههم من الصقيع. الصقيع. لأنه هو يعني مدمر أول. الصقيع ممكن يعني خطير جدا، هو مش مرض بالنهاية، هو عوامل جوية بسبب موت الخلية النباتية، لأنه الخلية النباتية بتتجمد وبتنكسر يعني بتموت، فبصير الصقيع عامل جدا خطير جدا جدا. طب شو نصيحتك للإخوة المزارعين أنه كيف يديروا بالهم مثلا على المحاصيل، كيف أنه يعني غير أنه بتتابع النشاط الجوي أول بأول، شو في عندك نصائح؟ يعني نصيحتي للمزارعين إذا بتعامل مع الصقيع يعني مع الصقيع مع الامراض النباتيه لازم يعني اهم شيء انه يكون موجود بالحقل، يشوف بدايه ظهور اعراض عدم ظهور اعراض، يتابع النشرات الجويه، يحاول انه يتصل مع الخبراء مع المهندسين يشوف ايش في بالايام الجايه، ايش منهم تحذيرات وزهم متابعين الرش الوقائي. اكيد هذا مع يعني مع هذه يعني الرش الوقائي مع الانتباه انه فعاليه الرش من وجوده اصلا، يعني اذا في داعي ترش او لا كمان. ومن ناحية درجات الحرارة المتدنية يديروا بالهم المزارعين، يعني في أكثر من شغلة ممكن تعملها عشان يعني مش تتجنب الصقيع، تخفف من أثره، لأنه ما في إشي ممكن تعمله يجنب الصقيع. يعني ممكن مثلا في ناس بيعملوا زي ميستنج رش ضبابي على المحصول عشان يخفف إنه من أثر الصقيع، لأنه المي وجودها على النبات شوي بيساعد. في ناس جوا البيوت المحمية ممكن إنها تسكر الأبواب تبعت البيوت، تنتبه على بس كمان على عامل الرطوبه، لانه سكرت الابواب رح تزيد الرطوبه جوا البيت، فممكن تتعرض لامراض بدل يعني تحمي حالك من الصقيع بس بيجيك امراض. واذا كان النبات لسه صغير في ناس كثير بغطوه بانفاق بلاستيكيه. يعني اكيد طبعا هي كلها معلومات بتهم المزارعين، بس انا بدي اسالك، انا قرات عن شغله ذاك اليوم انه لما يكون الطقس كثير بارد والمحاصيل الزراعيه ممكن تتعرض لصقيع، واكيد رح تتعرض لصقيع، كانهم هم يعني بيعملوا على ارواء التربه بمي سخنه. هل انت بتروي يعني المزارع بيقدر يروي التربه بالنهايه بالمي الموجوده عنده بالمزرعه؟ هلا هو صعب يسخن مي لكل المزرعه، بس بالنهايه عمليه الري كمان بوقت معين قبل يعني خلينا نحكي بمساء الليل قبل الصقيع، يعني قبل ما يجي درجه حراره الصفر، بتساعد انه يجنب النباتات هذا الشيء، انه يبعدها شوي عن الصقيع بيساعد. طيب حابب تعطي نصيحه اخيره للاخوه المزارعين بشكل عام، خليهم دائما يكونوا يعني على اطلاع على نصائحك. نصيحتي للمزارعين انه اخواننا المزارعين طبعا انهم ينتبهوا على النشرات الجويه ويتابعوا الامور عندهم بالحقل والمحصول ويشوفوا شو بصير، لانه مثل هيك امراض بيوم وليله ممكن تعمل كوارث، وما يعني زي اللفحه المتاخره يعني لازم يتجنبها، وخصوصا مع انه هي جايه منخفضات، انتبهوا رشوا قبل ورشوا بعد وانتبهوا، والله يقويكم ان شاء الله. وطبعا اكيد يعني برضه غير انه يعني برضه هي مخاسر يعني كثير كبيره للمزارعين، وبتروح عليهم مواسم يمكن، ودائما احنا يعني ندعي دائما هيك يا ربي الله يعني ينزل برحمته يعني على الجميع ان شاء الله بهاي الاجواء ان شاء الله. احنا بنشكرك كثير مهندس يزن لالا على حضورك معنا وعلى نصائحك الجدا رائعه لاخوه المزارعين، وان شاء الله نستضيفك ب يعني حلقات قادمه اكيد، وشكرا كثير لوجودك. وانا كمان بتشكركم على انه تحتوا لنا هالفرصه، وان شاء الله الله يقوي الجميع ان شاء الله.